ويحضر معي مباشرة أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3 حميد علوان، أهلا بك. أهلا وسهلا وصباح الخير. كما يحضر معي السيد محمد توفيق خياطي، متعامل اقتصادي ورجل أعمال ومختص في التصدير، أهلا بك. أهلا وسهلا. نعم، يعني كما شاهدنا يعني على مدار يعني يوم أمس وحتى اليوم يعني تجرى فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات، أين يعني تلتقي الحكومة ورقية يعني للأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر. يعني بداية معك أستاذ علوان، مثل هذه الملتقيات كيف تقيمونها أنتم كخبراء؟ شكرا جزيلا وتحية سلام للمشاهد الكريم ولضيفك الكريم كذلك. الآن الحكومة الجزائرية أمام وضعية خاصة للاقتصاد الجزائري، ومن ثم بين الناس وكل الناس ربما كل الخبراء الاقتصاديين يتكلموا بأن عالم الاقتصاد يجب أن يتعاون عليه الكل الجميع. يعني أنت ربما في الفيتيار تقولي أن الحكومة وأرباب العمل، أنا ربما عندي مصطلح أكثر من هذا، الدولة الجزائرية والشعب الجزائري لازم يتكاتف ولازم أنه يتكتل ولازم أنه يذهب باتجاه واحد بإرادة واحدة باتفاق برؤية واحدة، توحيد الرؤى كيف أننا نخرج الاقتصاد الجزائري من الوضعية الحرجة التي يمر بها الآن. لأن في نهاية المطاف الآن الحكومة واعية بأن هؤلاء الجزائريين بطبيعة الحال رب يرزقهم بأموال، هذه الأموال لا يجب أن تكون مكنزة في البيوت، لا يجب أن تكون مدخرة في الكوفر تاع الناس، بل بالعكس نسهل الإدارة الجزائرية تسهل لأصحابين الصوار كما نقولوا باللغة العامية أن هذه الأموال تعاد ضخها في جهاز مصرفي في الاقتصاد الوطني، ومن ثم يستفيد منها كل الناس، يعني رابح كلنا راح نربح، الحكومة في نهاية المطاف، الخزينة العمومية شكون راح يمولها؟ يمولوها الجزائريين هم أرباب العمل. لماذا هذه صورة أخرى تعطي للأجنبي الآخر؟ لأننا شوفي وشحال وحنا نبحثوا على رؤوس الأموال الأجنبية، لما يكون الاختلاف بين أهل البيت في نفس البيت في نفس الدار أننا ما عندناش رؤية واحدة، ربما هناك عراقيل، هذه العراقيل في بعض الأحيان هي تاريخية، في بعض الأحيان حنا عن طريق الممارسات اليومية عن طريق الإدارة الجزائرية خلات هذا المستثمر الجزائري بطبيعة الحال يتدمر من ما موجود في عالم الاقتصاد اليوم في الجزائر. لأن ما يخفاش علينا الآن نتكلموا على الدولة الأوروبية، يعني في 3 ثواني راح تخرجي لجوج دو كوميرس، الآن هذا المستثمر الجزائري اللي يبقى في الجزائر مدة سنتين أو سنة ونصف من أوراق وعراقيل وكذا، هذا ما يخدمش الجزائر يا سيدتي الفاضلة. أنا أطلب يعني من هذا البلاطو أن على رئيس الحكومة، وأظن أنه واعي بهذا الشيء، أن الحوار يتوسع يكون حوار وطني على الاقتصاد الوطني، يعني يكون مختلف الفعاليات، كل واحد قادر يخلق لنا صور دي في الجزائر مرحبا به، لأن لا يمكن أن نستهين بفلان أو علان أو عندنا مشكلة، لا خلاص تذوب المشاكل الشخصية بين الناس، بل بالعكس يصبح الهدف والمصلحة العامة هو الجزائر، وبعد الجزائر ما عندناش وطن آخر. لهذا أنا دائما نقول الألمان يهتموا بألمانيا، الفرنساويين يهتموا بفرنسا، الأمريكانيين يهتموا بأمريكا، لماذا احنا ما نهتموش بهذا الوطن؟ لأن في نهاية الوطن في نهاية المطاف هذا الوطن فيه إبداعات، فيه إمكانيات غير محدودة، وكأن الجزائر ربي سبحانه وتعالى خلقها في هذا الوسط جغرافي. تصوري انت ان المناخ هذا الموجود الناس يحسدون عليه، المنطقة هذه المطلة على البحر الأبيض المتوسط يحسدون عليه، المنطقة هذه المطلة على إفريقيا الناس تحسدنا عليه. يا سيدتي الفاضلة، الصينيين يجيبوا السلع تاعهم 18000 كيلومتر ويبيعها ب 180 دينار معناتها انورو، لماذا الجزائري لا ينتج في هذا الوطن ويبيعها في هذا الوطن في السوق المحلي ثم ننتقلوا إلى ما يسمى استقطاب رؤوس الأموال الأخرى؟ لأن في نهاية المطاف ما عندناش بلاد واحد آخر يحمينا. وخليني نقول لك بأن احنا تعلمنا على الحزب العتيق الطوار الأولانيين لما أسوا حزب جبهة التحرير، كانوا يقولوا اللي يطلب بالمسؤولية خاين واللي يرفض المسؤولية خاين، هذه مسؤولية مفروضة علينا، لا يجب أن نخون الوطن. نعم السي خياطي، يعني بصفتك يعني متعامل اقتصادي، نشوفوا أنه البارحة يعني الوزير الأول استمع ورد على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، أنت كمتعامل اقتصادي يعني ومختص أيضا في عملية التصدير، تشوف أنه رجل الأعمال الجزائري اليوم عنده يعني وصفة نقوله سحرية يعني لحل الأزمة الاقتصادية اللي تمر بها البلاد؟ أنا بسم الله الرحمن الرحيم موافق 100% مع الأستاذ الفاضل وبارك الله فيه وش راه يتكلم. ثاني حاجة يعني نشكركم على هذه الدعوة، أنا موافق مع البرنامج نتاع رئيس الجمهورية والرئيس الحكومة، وخاصة في الوقت اللي رانا فيه
صفتنا مؤسسة خاصة بالتصدير في إفريقيا، وجودنا في إفريقيا وجود ابتكاري بحت، وبالتالي لازم نعرفوا بلي المؤسسات اللي راهي تصنع ما عندهاش فكرة على المردود الفردي الخام كيفاش يجي. المردود الفردي الخام يديروه المؤسسات كما نتاعي اللي تتعامل مع الإنتاج. أنا نظن باللي في الخمس سنوات إن شاء الله لك مشينا في هذه الوتيرة رايح الإنتاج يكثر. لماذا؟ لأن الطلبية تكثر في جميع الميادين، خاصة في الفلاحة اللي هي القطاع الثاني، والصناعة اللي راح تمشي، يعني ما بين لو بريمير ولو سكوندير ولو ترسيير، هذه راح تكون اون اوبورتونيتي مانيفيك بور ليكونومي الجيريان. ليكونومي الجيريان مانون إل كومونس. حنايا يعني بصفتنا موجودين في افريقيا الغربيه، عندنا وجود في ساحل العاج منذ حوالي سنتين، رانا ناطروا في مؤسسات اللي راهي تنتج واللي دخلت الاسواق الافريقيه. يعني انتم يعني مؤسسه، يعني سنعود الى نقطه التصدير اليوم، يعني نرجع للنقطه انه ما هي رجل الأعمال الجزائري للاقتصاد الوطني، هل يساهم فعليا ربما في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد؟ تماما، وواضح واش كان يقول رئيس الحكومة، واضح وضوح الشمس. الإنتاج ولا ريبريزونتاتيفيتي بار لي شيف دونتربيز، سيتادير لي شيف دونتربيز سون سونسي برودوير ان كونتيتي اون كاليتي، باسكو سيت كونتيتي لا عندها اون اوبورتونيتي على الاكسبور. دونك حنا ما نقعدوش نستناو في لي اوبورتونيتي على الاكسبور، نو ديفون ترافايي دو مانيير كو لا برودكتيفيتي الجيريان بويس الي فير دي مارشي على الانترناسيونال. مانتونون اوني اون افريك، بوكو دو بيي افريكان كي جبناهم هنا حاروا بلي اوني كابابل دو فابريكي دي تيليفون، حاروا بلي اون فابريك دي رمورك دي كاميون. دونك كما كان يقول الاستاذ يعني عبر بكلمات صغيره مهمه جدا، لازمنا نديرو دي زوبورتونيتي لي افريكان باش يعرفوا لو مارشي الجيريان بار لو فيزا بار لو ترانسفور بار لو توريزم دافير بار دي فوروم بار ما بين قوسين. انا نهني ثاني المنتدى الابتكار اللي ممكن ان شاء الله نديروه عن قريب. في الابتكار نبتكر في الميدان، لكن دائما يعني احنا دائما نشوفوا انه هناك ملتقيات، هناك صالونات يعني تجمع بين الحكومه وارباب العمل. يعني الاستاذ علوان، تشوف انه هذه الاجتماعات يعني تقدر انها تكون يعني عندها فاعليه فعليا في حل الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها البلاد؟ خليني نقول لك، او يبقى ربما حديث صالونات ان صح القول. انا تابعت ما جرى البارح على المباشر من السيد رئيس الحكومه والاسئله المطروحه، كانت توجيه رساله، لان معظم الاسئله واللي كانت مهمه جدا من طرف المتعاملين الاقتصاديين يتكلموا عن الاقتصاد بارالال ليكونومي بارالال، الاقتصاد الغير رسمي، الاقتصاد الوهمي، المارشي البسيطه، وكانه بعث رساله قويه. أنا أظن إن شاء الله ما نكونش غلط، قريت أونتر ليلين أنه يقول لهؤلاء المتعاملين الفساد يبدأ من التهرب الضريبي، الفساد يبدأ من أن هذا الاقتصاد الغير رسمي واللي هو فسدناه، لأن حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يا سيدي الفاضل، ما الفساد هذا ما جاش، ولا هذا المارشي بارالين ما جاش سقطوا علينا لي زامريكا أو لي فرنسي أو مجتمع آخر أو دولة أخرى أو دولة عربية؟ لا يا سيدتي الفاضلة، هذا الاقتصاد خلقناه حنام يعني بمشاركة الكل، إذا كان اقتصاد غير رسمي. وهذا ما وجه رسالة، لأن في نهاية المطاف لما أنت تنشط في اقتصاد شفاف راح ترجع لك المصلحة والمصلحة للوطن، لأنك أنت متعامل اقتصادي. ولهذا أنا كنت نقول في عدة بلاطوات أريد أن أكون مواطنا بسيطا في دولة قوية في اقتصاد قوي، ولا أريد أن أكون وزيرا في دولة ضعيفة. يا سيدتي الفاضلة، هذا رجل الأعمال اللي شوف الأرباح تاعو، يعني البلو ريش أون ألجيري هو البوفر في رجال الأعمال في أمريكا. لماذا احنا بقينا يعني وكأن نتحايلوا على نفوسنا، نتحايلوا على هذا الوطن، نتحايلوا؟ أظن هذه هي الرسالة الموجهة اليوم. يعني تقييمكم أيضا ربما لنشاط يعني منتدى رؤساء المؤسسات في هذه الفترة بالذات، يعني يقدر انه يعني تقييمكم لنشاط كبادر تخير؟ لان في نهايه المطاف احنا لاحظنا يعني في فتره مضت
ان الجزائر ربما مش محتاجه الى تشنج، مش محتاجه الى عراك، مش محتاجه الى صراع، راهي محتاجه الى نظره مستقبليه، لان عالم الاقتصاديه سيدتي الفاضله نقدروا نختلفوا سياسيا ايديولوجيا، لكن لاباراي دو برودكسيون ما نقدروش نختلفوا عليها. بور ديكولي الطياره كل القوى كل اللي يقودوا الطائرات ديكوليوها بنفس الطريقه، اذا عمليه الانتاج وحتى النزول تاعها بنفس الطريقه. اذا خليني نقول لك لرجال الاعمال، قائد الطائره لما يديكولي بالطياره لازم يكون تحت مراقبه لاتور دو كونترول. لاتور دو كونترول هي الدوله الجزائريه، ما لازمش نخرج عن مصطلح ان هذه الدوله هي دولتنا، هذه البلد هو بلادنا. لهذا الرساله الموجهه الان وهذا التجمع هذا الموجود ربما هو اللي يشمل كل افكار الجزائريين، كل هذيك الصراعات التي غير خلاقه للثروه في نهايه المطاف. لان لما نتصارعوا احنا في, في في بين الحكومه والجزائريين، بين الحكومه ورؤساء منتدى الاعمال او غير هذا، انا طالبت اكثر من هذا، ما تكونش الا جامعه الفورم تاع اللي هو لافسيو، بالعكس عندنا ارباب اعمال اخرى، عندنا جمعيات اخرى، هادو الناس كامل لازم يتكتلوا، لازم يضرب نظره واحده ان الجزائر اليوم اذا ما خرجناش اقتصادها في هذه المرحله من اقتصاد ريعي بترولي ربما راح توصلنا الى ازمه. ربما سي احمد ويحيى قال انا بالطريقه هذه وقفت لاري كاردياك تاع الدول الجزائريه، انا نقول له اذا ما غيرناش عقولنا راح يتوقف كامل لاري كاردياك تاع قلوبنا كامل كجزائريين، لان في نهايه المطاف حنا اللي نبنيو هذا الاقتصاد، هذه الاجتماعات هذه واش راح تذوب هذاك الثلج الدوبه. خليني نقول لك اكثر من هذا، لماذا هولوند في اول ما كان رئيس في الدوله الفرنسويه اول زياره جاء الجزائر؟ لان كان هناك تشنج بين الجزائر كسياسه وفرنسا، ومن ثم اراد ان يعمل مصطلح هو اننا نتعامل اننا نتفادوا اننا خلاص نتخطاوا مرحله انك انت وانا نتصارعوا. لا يا سيدتي الفاضله، عالم الاقتصاد ما يرحمش، هو عالم الارقام. اذا غلطنا معناتها اذا غلطنا في حساب الارقام ممكن نخلصوها بسنوات، ممكن نخلصوها بازمه وين تصبح الاقتصاد الجزائري يذهب مباشره للاستدانه الخارجيه. هذه الاستدانه الخارجيه لا ترحم لا القوي ولا الغني. لهذا لان في نهايه المطاف ربما رجل اعمال عنده اموال يقول ولكن عندك خالتك وعندك عمتك وعندك خوك وعندك اهلك وعندك دشرتك، وين رايحين يروحوا؟ انت تقدر تروح ولكن تقدر تخدم جهه اخرى. انا عندي وطن جزائري فيه 40 مليون جزائري، هاد ال 40 مليون هما امانه في يد الحكومه الجزائريه وفي يد هاد رجال الاعمال هذوما اللي ربما عندهم اموال، راح يمدوا ليكزومبل لرؤوس الاموال الاخرى. لما يشوفني البراني، لما يشوفني اني ترونجي، انا متفق مع اخويا، متفق مع اولاد الجزائر كحكومه كجزائر، خليني نقول لك والله غير يحترمونا ورايحين يجيبوا اموالهم ورايحين يثقوا فينا، لان مصدر الثقه يبدا داير في دارك. لما انت ترقع الدار هذه، لما انت تبني دار على اسس متينه، على اسس انها محبه وكذا وكذا، يعني انا نثمن مثل هذه الاجتماعات، بل اطالب بتوسيعها وحوار وطني بين مختلف الاطراف على مشكله الاقتصاد الجزائري. نعم سيد خياطي، نعم تفضل. يعني لو تسمحي الاسئله المطروحه تاع لي زيسباس دو 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 ريفليكسيون مهمين جدا، مهمين جدا. لماذا؟ لان لي زيسباس تاع الجامعه ونتاع لوبيراسيونيل ومعنا حنا ثم اللي نسمعوا بعضنا، دونك ثم اللي اون انفونت حلول، ربما اللي ايجاد حلول توفيقيه. نعم دونك فيما يخص لو ميتيي تاعي كي ليكسبور، سي ان ميتيي، وسمحوا لي يعني بكل. وتشوف انه ربما عمليه تصدير الان هي هل يعني تتجه نحو منحى تصاعدي، خاصه انها كانت من بين الرهانات اللي تعول عليها الحكومه انه التوجه نحو التصدير. كيف ربما تقيمون هذه العمليه بصفتك ربما عندك يعني تقوم بهذه العمليه؟ الاخت الفاضله لازم تعرفي باللي مثلا تركيا اللي راهي تحاول تنافس في السوق الدولي بدات بطريقه اللي تصدر. انا دخلت تركيا 1990 كانوا يخدموا كيما كنا حنا في 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 في, في الكواره وفي نقولها لكم في 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 كاف. بعدين كي وليت سنوات بعدين لقيت باللي لي كاف ولاو دي زونيتي دو برودكسيون. دونك انا اعوذ بالله من كلمه انا جو سوي لو فروي دو لا دو 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 لالجيري. اون افي لا ميم شوز لو سيكتور دو الكترونيك هذا ما لحقناش لو كومبوزون هكذاك برك. دونك انا ديفي بدينا بديروا لو ديفي. حاليا شفنا باللي ما نقعدوش نستناو. دونك الخبره نتاعي هي راهي في التصدير. التصدير سي تان ميتيي. لو ميتيي هذا مثلا لو تسمحوا لي الاستاذ هو معنا، سي كوا لا شين دابروفيزيونمون، سي كوا لا شين دي فالور. دونك لا شين دي فالور سي تبدا من لوبيراسيونيل من الفرد
est-ce qu'il respecte les délais, est-ce que parce que là le produit qui yibda la matière première tout le masna on va tخرج ماشي سهله بعدين sera acheminé le كان يجي واحد مانيش عارف انا في البار ما يرسبكتيش tout le travail tout l'effort اللي داروه الرجاله يخلي الكونتينر مرمي فيه بالك بضاعه مهمه جدا اكسترا ما تمشيش. وثاني حاجه يعني لو تسمح لي الاستاذ الفاضل, في اي بلاد تشوف انت باللي البور يغلق على 4:30 تاع العشوه؟ كيفاش؟ هذه نقطه. ثاني نقطه نحبها انا مثلا نحتاج يعني تشوفوا انه ربما هناك العديد ربما من المشاكل اللي تعيق عمليه التنميه الاقتصاديه في الجزائر. ما تعيقش, شوف الاخت ما كاينش حاجه تعيقنا. لماذا؟ لهذه سيت اون امبيسيون. لكن انتم يعني كرجال اعمال دائما نسمع انه نقولوا دائما يقول لك هناك معوقات اللي ما تخليناش ربما نتقدموا بالمستوى المطلوب دائما ربما هذا الشعار ايضا رجال اعمال يقول لك دائما هناك على الاقل عراقيل. هذوك يحبوا يبكي وحنايا في التصدير البكاء تاعنا هو التحدي. التحدي كيف البرودوي اجاليان يوصل للمكان الفلاني. احنا صدرنا مثلا الى ساحل العاج بضاعه جاونا طلبات من تنزانيا ومن كينيا وكيفاش ديروا هذا وكل شيء. لقينا بلي العيب تاعنا احنا اللي ما رحناش. اذا الناس اللي راهي تروح للدول اللي راهي تروح ما نتكلمش انا ما نمدش دي زيكزومبل سور زوتر بي يعني انتم ركزتم على نعم بوتونسيال ديكزيستونس. احنا هذا وين بدينا نروحوا غراس ا دي زونتربيز اللي دخلوا معنا بدينا نوجدوا حشمنا بلي كومام علاه رانا غايبين في السوق الافريقي. دونك في لا سبلاي شين لازم تكون ظروف متوفرة للمتعاملين الاقتصاديين باش يقدروا يصدروا في الإطارات اللازمة في الوقت اللازم بالدراهم ولا بلوكو اللازم. نعم ربما هو توجه رجال الأعمال للتصدير والتركيز أيضا على إفريقيا. يعني هناك يعني من الخبراء اللي قال أنه السوق الإفريقية ليست ربما بالسوق التي يمكن أن تحدث فعليا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني أيضا. هذا ربما غلط ما يعاد الذي قال هذا الأخ الأستاذ سي إيكونوميست إيفا كونفيرمي بريميرمون لونيون أوروبيان الكاب 500 مليون دو دولار بار أن من توت لافريك. هذه وحده. Deuxièmement, les rapports à l'OMC Goulou, le futur c'est l'Afrique. Donc le potentiel mondial est l'Afrique. Donc je pense que celui qui dit ça n'a aucune connaissance de l'Afrique. رجال الأعمال يعني يقوموا ربما بخطوات غير مدروسة فعليا وكان الخيار تمام ما عندوش une appréciation, ما عندوش une connaissance opérationnelle. تهضري معايا أنا يهضر معايا هكذا نبهدلو باسكو أنت ما على بالكش واش كاين في الأفريك. Donc, au contraire, il y a une opportunité, il y a un Africain, il y a un membre du Parlement africain, ou il y a une connaissance du marché africain. Et malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas les gens. Je vais vous dire, باش نروح نودر وقتي باش نحاول نصدر زوج كيلو بطاطا زوج كيلو دقله لفرنسا ولا سا سي با مون ميتيي مي جو سيري تري تري انشانتي ديكسبورتي دي كونتيتي اكزوربيتانت لتوت لافريك اللي يحتاجوا البرودوي الجزائريين. سوبوندون هاد لي برودوي اكسبورتي ايل فون انفلوي سور لو بي اي بي دونك لو بي اي بي الجزائريين دون لافونير يولي حويجه. دونك في لي استراتيجي كو جو سالو Mon gouvernement, qui est en train de faire des choses magnifiques, et surtout dans la monétique ou la finance non conventionnelle, ils vont nous permettre d'avoir des crédits fournisseurs pour prendre des marchés à l'international. C'est comment augmenter le PIB et comment avoir une valeur dans le marché africain. نعم كاخر سؤال لك الاستاذ علوان, يعني رئيس منتدى رؤساء مؤسسه علي حداد صرح قال انه اللي فات مات وهذا يعني اللقاء سيساهم في اذابه الجليد يعني بين الحكومه ومنتدى رؤساء المؤسسات. تشوف ربما اي تاثير لهذا يعني الاجتماع ربما مستقبلا على في يعني في المستقبل القريب انه هذا اللقاء راح يكون عنده تاثيرات وتداعيات تعود بالايجاب على الاقتصاد الوطني؟ ربما انا عندي كلام واحد اخر نقول ما صرا حتى شيء, لان في نهايه المطاف كي نقول اللي فات مات معناتها يافي ان بروبليم يافي با بروبليم, لان اونتر لي زونجينيان لما يافونسي ولازم يختلفوا ولازم الرؤى تختلف, ولكن وصلوا لان بوان وين اتفقوا في مرحله معينه والمرحله سي المومون هذا هو. درك الان لما نتكلموا هل الاقتصاد الجزائري, انا بحثت عن الازمه الاقتصاديه والازمه الماليه لقيت في الديكسيونير في علم الاقتصاد ان الازمه الماليه هي نوعان, هي
ازمه الازمه الماليه العينيه والمتعلقه بالسلع والخدمات، وهناك ازمه ماليه المتعلقه بالنقود. فبحثت فوجدت ان الجزائر ما عندهاش مشكله نقود، لان الاموال موجوده الان مدخره في المارشي باراليل، موجوده انها غير ممونه في الخزينه العموميه. وجدت بان الاشكال الكبير هو العجز الموجود في ميزان المدفوعات في الميزان التجاري. منين جاء هذا العجز؟ جاء هذا العجز لان لاباراي دو برودكسيون ان الجزائر لي اون بان بريسك. اذا هذا هو الاشكال المطروح. اذا المشكله كيف اننا ننتجو فعلا؟ احنا لما نتكلموا على الاسواق الاخرى، والاخ الكريم يعطيه الصحه بارك الله فيه، لكن الطرف الاخر اللي يقول المارشي افريكا ما هو سهل، فيه دي ريسك فيه كذا، كل التجاره هي مبنيه على شرطين، لا كونفيونس لا رابيديتي. لما ما يكونش ريسك معناتها ما راكش اونتربرونور، انت معناتها انت راك معول على لي بوند كومون تاع الخزينه العموميه. لا سيدي الفاضل، لازم تكون عندك افكار دو ديفلوبي واش عندك ماتيات غريس في دماغك. يعني السيد خياطي راه هو يعني وافقك لازم نوصلوا. لكن هذا، لكن كاين مشكل اخر. ليش احنا ما عندنا الى غايه اليوم دبلوماسيه اقتصاديه في الجزائر؟ لما هذا الاخ الكريم يتعب وينوض ويطيح ويمشي الى افريقيا وما يلقاش لونكادرومون دو ليتا الجيريان عن طريق السفراء الاقتصاديين الموجود في كل السفارات، لماذا احنا ما عندناش الماركتينغ الموجوده والمعاملات بين هذه الدوله ونعرفوا كل التقاليد تاعها والمرشي تاعها؟ هذا هو المطلوب الان من الحكومه الجزائريه. ضيف الى هذا لازم نقطه واحده ونكمل. خليني نقول لك، البارح سمعت مداخله وكانت جميله جدا، لما الانسان يدافع على قديله ولا مش عارف الاخ اللي كان يدافع مع سي احمد ويحيى وكان جاوبه ويقول له باللي كانت منافسه عندي نعطيتوني والاستثمار واحد المشاكل هكذا. لكن كان من الافضل انك يا سيدي الفاضل لما تطرح سؤال على هذا، انا كمواطن اسال سؤال اخر، لماذا لم تفكر في هذا المواطن ويصبح هذيك القاعده اللي تقول بوركوا لو لتر دو مينيرال ساكوت بلو شير لو لتر دو غازوال؟ هذا هو الاشكال. لماذا انت ما تفكرش بمنطق اخر انك تخفض هذه المسعيده اللي يصبح يشربه الجزائري لانه صحي ويصبح التكلفه تاعو اقل من 20 دينار؟ لماذا اليوم هذا هو الاشكال المطروح. اذا كان الدفع الا على حقوقك، ما تكونش عندك افكار انك اناني تحب غير نفسك، لا، تبحث في طريقه اخرى انك تفيد وتستفاد. لما المجتمع الجزائري تفيده رايح يفيدك، لما المجتمع الجزائري تعطيه راح يعطيك، لما المجتمع الجزائري تخمم عليه راح يحبك وراح يكون معك ويمشي معك. اذا هذه هي الطريقه السهله وهذه هي الطريقه الجميله اللي نمشيو بها. ما لازمش تكونوا انانيين يا سيدتي الفاضله، لان في نهايه المطاف البي بي الجزائري الان ناتج المحلي الاجمالي. يعني حبيت نشكر الاستاذ كما كان يقول، احنا موجودين في افريقيا وجميع المؤسسات اللي تحب تبيع البرودوي تاعها احنا نشريو عليهم، احنا يخلصوهم. اذا كي رحنا لافريقيا باش نعطيو لهم لهنا باللي احنا جزائري اللي يشري عليك في افريقيا. اذا وجودنا في افريقيا لكن ما قدروش هما يكسبورتيو، احنا نشريو عليهم، احنا نديو البرودوي تاعهم، دونك هما اللي يجيو لعندنا في افريقيا. ولكن كاين ان ريزو، نو افون كريي ان ريزو دالجيريان، الرجاله اللي راهي تجري واللي راهي في لافريك راهم تخدموا. دونك حنا واش نطلبوا من لي برودكتور دي سي دي برودكسيون، دوني لو فوتر برودكسيون. حنا كيما انت تعرف برودوي، انا مون ميتيي سي ليكسبور، مون ميتيي مون سافوار فير سي ليكسبور، سي ليكسبور باسكو دون ليكسبور سي دي ستراتيجي. Et il est grand temps pour l'Algérie de créer ses propres stratégies. Et je suis très en accord avec le gouvernement parce que je comprends très bien les signaux. Merci beaucoup. Merci. يعني شكرا لك سيد محمد توفيق خياطي المتعامل الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر ثلاثة الاستاذ حميد علوان. شكرا جزيلا لكما. نواصل بقية الأخبار. الحكومة تشن